عبد الرحمن بقى بينام بدري جدا، خالي معانا عارف خالي في الشقه، بيصحى بقى من النوم. عبد الرحمن عنده عاده غريبه، بيصحى في نص النوم ياكل اكله وجبه كامله ويدخل ويرجع ينام تاني. في ناس ازاي بقى والله العظيم، هو بيلبس فانيلا حمالات اللي هي من تحت السره دي، عارفها بجد انا مش عارف مغطيه ايه يعني، هو لابسها اللي هي من حمالات بس، وبقى منكوش بقى فاهم زي عم طلعت زكريا الله يرحمه في حريم كريم، عارف انت، فشعره منكوش وقايم وما بيفتحش عينيه، ما بيفتحهاش كامله عشان عايز ينام تاني، فبيفتح نص كده وتلاقيه معدي ما ينفعش نكلمه كده هنصحيه، يعدي يفتح الثلاجه ياكل كل اللي فيها بالمعلقه عادي بالثلاجه، كله بالثلاجه كله، بيحلي ويشرب بيبسي ويولع سيجاره كل ده قدام الثلاجه والله العظيم، هو عامل عينيه كده يخلص كل الحاجات دي، عايز يشوف بس المحاشي والمش، عايز يشوف الحاجات دي مستلج متلجه، وروح مخلصها وروح قافل الثلاجه وروح راجع تاني نايم.